الحديث أيضا مشاهدينا الكرام حول هذا الأمر السامي الكريم. يسرنا أن يكون معنا أيضا وعبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، وهو المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ ونرحب فيك، وبالتأكيد نريد تعليق من فضيلتكم حول هذا الأمر السامي الكريم لسيد خادم الحرمين الشريفين بتمكين المرأة السعودية بقيادة السيارة بالمملكة العربية السعودية. تفضل. طيب جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لانتفاء النص الشرعي علما، إلا أن كل أصل في الغالب ينبني على انتفاء الأضرار المترتبة على الأخذ به. ثانيا، لولي الأمر عند دراسة الموضوع وتحقق المصلحة العامة للبلاد وأهلها أن يختار من الأقوال في حكم المسألة مما بين مبيح ومانع، أن يختار ما تتحقق به المصلحة مما لا تعارض بينه وبين المبدأ الشرعي العام. ثالثا، نظرا لاختيار ولي الأمر حفظه الله إباحة قيادة المرأة لما رآه من المصلحة ولإلحاح أكثرية المجتمع على ذلك ولانتفاء النص الشرعي على المنع، فلا يظهر لي مانع شرعي من ذلك. هذا وفي نفس الأمر أجدها مناسبة لأدعو لولي أمرنا بالتوفيق والسداد، ولا شك أنه حفظه الله رجل مسلم تقي له ما لا عنده الكثير من الشعور بالمسؤولية ومن الشعور بالتقوى ومن الشعور بأن مجتمعه ومواطنيه هم في الواقع في ذمته في جميع ما يتعلق بجميع إجراءاته، ولا شك أنه حفظه الله على مستوى المسؤولية بل فوق ذلك حفظه الله. ومعلوم أنه قبل أن يكون إماما للمسلمين وبعدما كان دائما وأبدا يلهج بأن دستوره ونبراسه ودليل حياته ومسيرها هو مرتبط بما يحبه الله ويرضاه، ولا يرضى التجاوز في أي شيء، بل يجب أن يكون أمره متفقا مع ما يحبه الله ويرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يسدده وأن يجعل التوفيق دائما وأبدا أمامه، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يسعده في الدنيا والآخرة. وفي نفس الوقت هذا الدعاء منصب إلى ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله حفظا كاملا، ورعاهم وهيأهم لما تسعد به بلادهم ولما يكون فيه عز الإسلام والمسلمين. هذا ما رجم مني ذكره تأييدا وتقييدا، والله أعلم، وشكر الله لكم. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان المنيع، وأنت المستشار بالديوان الملكي وعضوا في هيئة كبار العلماء.